ده كلام الكابتن احمد، ويعني كلام مهم جدا جدا، لكن كمان راي الجماهير مهم، وراي الجماهير لما بتتكلم على الكابتن حمدي نوح كلنا يعني بنقول نجم كبير، نشوف الجماهير هتقول ايه على حضرتك ونرجع مره تانية. حمدي نوح ده من ايام زمان، ده كان في التسعينات ولعب في اسكو ولعب في المقاولين العرب، وحاليا هو مدرب ولعب في اسماعيلي برضه اعتقد، هو حاليا مدرب برضه، واكتشف هو الناس برضه لعيبه كبيره، محمد النني ومحمد صلاح والناس ديت، يعني راجل من الناس القديمه جدا، يعني راجل محترم جدا، كان لعيب وليه اسمه في البلد يعني من زمان. يعني حمدي نوح كان من المهارات العاليه جدا جدا في راس الحربه، كان هيدرز جامد جدا، شويت من كل مكان في ال 18 تعتبر بتاعته، يجيب جوان من كل مكان، وبعدين مكتشف وليه عين خبير، هو اللي اكتشف محمد النني، هو اللي اكتشف محمد صلاح. من اللعيبه المحترمين جدا جدا بصراحه، ويا رب مصر تعوض لعيب زيه، ومكتشف فعلا لعيبه كتير منهم محمد صلاح ومحمد النني، ولو كمل برضه اكتشافاته ديت هيطلع لنا لعيبه نجوم قوي، وانا بعزه جدا جدا، هو على المستوى الشخصي انسان محترم جدا جدا. حمدي نوح زيه زي الخطيب، زيه زي اللعيبه الاساطير القديمه يعني بتاعت مصر يعني. كابتن حمدي نوح ده يعني موهبه اللي فيه لعيبه كوره حرفت كوره، ده حمدي نوح. حمدي نوح ده من هو اللي عامل مقاولين مع الله يرحمه ناصر محمد علي. جاب كانت افريقيا يعني كان لما يلعب قدام النادي الاهلي المقاولين كان يعني حمدي نوح ده بعبع بصراحه. كابتن حمدي نوح طبعا كان لاعب في الاسماعيلي وكابتن الاسماعيلي، من ميزاته ان هو كان في التدريبات، حضرت له تدريب قبل كده، ان هو كان بينطط الكوره بكره الراكت، فكان حاجه ساحر يعني، نشبهه برضه بالخطيب يعني، كان عصر طبعا جميل وعصر ممتاز طبعا. كابتن حمدي نوح ده علم يعني، كان من جيل الموهوبين، هو كان لعيب موهوب ومن جيل الموهوبين، واحد تحب تتفرج عليه في لمساته في الكوره يعني، كان في عصر مين؟ في عصر الخطيب، في عصر الناس دي يعني. اقول لك ايه بس يعني، كنت بتشوفيه في الملعب هو وكان اولا والكلام ده، اقول لك ايه، اقول لك يعني لمسته في الكوره بس كفايه الاهداف اللي بيجيبها. الكابتن حمدي نوح ده يعني هو كان الخطيب وحسن شحاته وحمدي، كان في اربع خمس لعيبه كده اللي يعني من احسن اللعيبه، حتى احنا شجعنا كوره عشان خاطر الناس دي. فحمدي نوح ده كان من اعظم الناس، ده جاب جون الخطيب قام سقف له لو تفتكروا الجون ده. فحمدي نوح ده لعيب عظيم قوي 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 قوي، وما خدش حقه طبعا زي لعيبه كتيره ما خدتش حقها. نوح بيحطها حلوه، توتو اوفر عند حمدي نوح، وحمدي نوح شوط حلو وبالعرض، وحمدي يحط جول جول.